السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدين القناة ودادية بركان، أتمنى لكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وفي أحسن ما يرام. كنقدم التعازي للأخت المغربية أختنا وحبيبتنا الأخت آية، الله يرحمها والله يوسع عليها والله يجعل إن شاء الله القرآن الكريم أن ينسى لها في القلب في القبر، اللهم تجاوز عن سيدتها، اللهم صبر العائلة ديالها الوالدين ديالها، الله يصبرهم والله يفرج عليهم إن شاء الله. في هذا الفيديو ديال اليوم جيت نتكلم لكم على قضية هذه الأخت المحترمة الله يرحمها والله يوسع عليها. القرآن الكريم ديالنا كيقول وذكروا أمواتكم بالخير. شخصيا هذه الأخت ما كنعرفهاش، ولكن تعرفنا على هذه الأخت المحترمة الله يرحمها والله يوسع عليها في قضية الجمعوي وفي قضية الأب ديالها اللي كان خرج تشكى بالجمعوي حيث أنه بغى يبيع ويشري في البنت ديالو. فهاد الصبحية ديال اليوم صفت لي واحد صديق ديالي محترم اللي كنحترمه وكنحسبه أخ ديالي اللي هو ياسر القنطري، تحياتي ليه من هذا المنبر. صفت لي واحد الفيديو ديال هذاك اللي كيسميوه اليوتيوبرات قلوش، انا كنسميه زقزوقتي لانه كيدير بعض لي جيست نتاع البنيات وكيزقزق بزاف وكيلحس الكابه بزاف والبرد اللي جا يديه، وانا هذوك الناس ما عندي ما نكره قدهم لانهم علاش لان ما عندهمش شخصيه، ما عندهمش الرجوله وما فيهمش ريحة الرجولة بمعنى الكلمة. وانا اي واحد كيتنقي من القناة للقناة وما كيدافعش على كلمة الحق وما كيدافعش على الناس اللي هما محقورين واللي هما حاقدين واللي هما نصبوا عليهم الشميت، فبالنسبة لي انا ما نستعرش به ولو غرام واحد. صفت لي هذا الاخ المحترم هذه الصبحيه هذه واحد الفيديو دايرين واحد اللايف، هو واحد المشموت حالو لان كيقول لك حاشاكم حاشا القدر ديالكم الزبله كتدبر على اختها 100 عام حتى يتلاقاو، دونك هذا الجروب ديال الجمعوي فيهم غير الزبل حاشاكم، فيهم غير الموسخين والمكلخين وصحاب النصب وصحاب التمحريد وصحاب السعاية في اليوتيوب، يضلوا يسعوا النهار مع الليل الجالية المغربية. الجالية المغربية تعطيهم شاك شي الشغل ديالها، انا ما كندخلش لك شي ديال اللي بغي يعطيه ما بغيش يعطي، ولكن علاش انسان ما يعرلش على كتافه، علاش انسان ما يعرقش ويجبد الخبز بالجابين ديالو. انا دوك ولا نعرف به راجل، هو الاخ يوسف القنطري كيقولها لكم في اللايف كيقولها لكم بالمسرح، كنهز الصندوق ولكن عمل عنده لا فان دو موا الشهريه ديالو مع شويداتو مع الزوجه ديالو مخلص السكنه ديالو والحمد لله، هادو هما الرجال بمعنى الكلمه. اما هذوك اللي يضلوا يسعاو الجاليه المغربيه انا مريض انا هادي انا هادي انا عندي ما دايره ما فاعله ما تركه باش يعطيو لهم الجاليه المغربيه واحد 10 اورو ولا واحد 20 اورو، فانا نقول لكم اقسم لكم بالله ما عندكم النيف وما على باليش كي كديروا تخرجوا بوجهكم عريانين. انا لو كنت في بلاصتكم اللي لاج عليها وجامين نديرها نتمشى بالماسك بلا ما نهرب على الموضوع. دونك صيفط لي واحد الفيديو دايرين واحد اللايف هاد زقزوقتي المشموت قلوش، هو واحد الكلب بحالو ودايرين الموسيقى مجهده بصوت مرتفع وكيضحكوا بحال اللي حامدينها وشاكرينها بانه ذوك الاخت المحترمه الاخت المغربيه يعني توفت. الموت بيد الله، البارح هي غدوه يمكن دا بعد غدوه يمكن انا والدنيا دايره، ربي عطانا في هاد الدنيا وربي يدينا بهاد الدنيا، هذه جاري بها العمل، حتى واحد ما غادي يمنع من الموت. لو كان شي واحد غادي يمنع من الموت، لو كان احسن
وأحسن خلق وبشري على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم لو كان عاد باقي في الحياة. وبما أنه أعز بشر خلق الله سبحانه وتعالى، ربي دا العمر ديالو، دونك احنا يا غادي نمشيو واحد مور واحد، لا شك فيها ولا ريب فيها. فهاد الناس دايرين اللايف وكيقولوا بانه الجمعاوي ما دار والو، ما دارش هادي، الدليل انه هذه السنين وهادي وهادي. فكونكم غير شويه مرجلين وقولوا غير شويه كلمه الحق، وغادي تعرفوا بانكم غلطين في الكلام ديالكم. وانا عارف غادي كتفوا التليفون ديالكم، الضمير ديالكم غادي ينبكم، لان الحقيقه كلشي عارفها. ما يمكنش واحد الانسان غادي يدي الفلوس وغادي يخرج يهضر فيك، هذه لا يمكن. بالعكس، واحد الانسان اللي عطيتو الفلوس غادي فوقاش ما تلاقاك غادي يقدر بك وغادي يكبر بك وغادي يقولها كاع لصحابو. باش نكونوا غير واقعيين، وما يمكنش واحد الانسان غادي يخرجوا كاع الناس يتشكاو به انه نصب عليهم، ما يمكنش، لا يمكن. كاين بزاف الجمعويين الناس المحسنين اللي منهم واحد الاخ من هولندا، اسكو واحد النهار شي واحد خرج قال عطيت له قده وراه دالنا، ما يمكنش. هو كاين الاخ يونس قناه مربوحه، اسكو شي واحد خرج قال ودي رانا عطيت له قده وراه عطى الناس غير قده، جامي. دونك غير نتوما فكروا، غير نتوما شدوا حكوي ساعتين وقولوا غادي نفكروا وردوا العقل ونديروا لا ميزاجور للسيرفو ديالنا وغادي نشوفوا وشنو كاين في الحقيقه. الحقيقه وهو انه هذاك السيد ادالهم، وكاين دلائل بزاف. واش هذيك المرأة اللي كانت عندها ثلاثة ديال الانديكابي، ثلاثة ديال الولاد انديكابي، وكتحلف كتقسم بالله سبحانه وتعالى انه الناس صيفطوا لها قدة وهو عطاها غير قدة، واش غادي تكذب عليه؟ المرأة اللي دايرة معاها اللايف واللي هي من نواحي السعيدية دارت معاها، دايرة معاها اللايف عطاو لها قدة وخرجت بواحد الفيديو قالت بانهم نصبوا عليها، واش هي تكذب عليه؟ راه ما يمكنش، راه لو كان ما ديرش الناس ما يقولوش. واش هاد الناس جاوا قالوا ودا ديا بركان عطينا له وخون؟ ما يمكنش، لان علاش؟ لان كان واحد اللي فوق الذي يحاسبك يوم القيامه، واي واحد عطيك واحد سنتيم وما توصلوش لمولاه الا ويوم القيامه عطات الحساب ديالو. كونك على يقين، اضحك نقاز، شري الطوموبيلات، شري الفيرمات، شري الديران، واقسم لك بالله الغفور الرحيم يوم القيامه تتحاسب. وهذيك الاخت الله يرحمها والله يصبر الوالدين ديالها اللي راهي في دار الحق، في يوم القيامه تتحاسب معها، يوم القيامة تحسب عام اللي بغى يطلع بالفيديو ولا يطلع بجوج ولا يطلع بستة، اللي بغى يسبني غير يسب، فالمجال مفتوح لك يا أخي، سبني ولا اللي بغى تقوله قوله، ولكن كلمة الحق نقولها. الصلاة على النبي. فهذوك مشموتين اللي خارجين دار الموسيقى كان عليكم على الأقل ديروا غير القرآن، لو كان كنتم مخلقين وكانوا والديكم مربينكم تربية حسنة، تربية إسلامية، لأن راه عدوك 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 لو كان يموت وما ديرش الغنى، عدوك وما ديرش الغنى، لأن علاش؟ لأن السيد هذاك صافي انتهت الأعمال ديالو بهاد الحياة، ويبقى داكشي بينه وبين الله، يتحاسب على كل شيء، على الزنا وعلى الشينة، الحاجة المزيانة والحاجة اللي ماشي مزيانة. صلت على النبي.
في حوار ما ديروا الموسيقى وقصارين وضحكين ودافعوا على واحد الجمعوي اللي نتوما العالم كامل عرفوا بانه نصب على العباد. وهذاك زقزقتي قلوش انا نقولها لك ونعاود نقولها لك اقسم لك بالله الغفور الرحيم وما يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى والله غير تجيك تجيك من الفوق تجيك من العباد والله غير تجيك. علاش؟ باسكو كتحل فمك بزاف وما كتحترمش الناس وكتطيح الباطل على الناس بزاف. فانا نقول لك والله غير يجيبوها لك هذا يجيبوها لك الناس اللي هما غير قدامك. اما انا يا بزاف عليك انا باش نتوش الوسخ ما كنوسخش اليد ديالي بالدم ديال الحلوف. فهمت؟ انا يا شخصيا اعوذ بالله من قولي انا ما كنوسخش اليد ديالي بدم الحلوف. فانا نقولها لكم نعاود نقولها لكم ولكن كتعدوا بزاف وغادي يجيبوها لكم كانوا غادي يصفوها لكم عند الاخوه المحترمين خوتنا صحاب عدي وقت ديروها كتفيبريو والدم يبص لكم في العروق ولكن منعتو ولكن ما فيكمش الرجوله. لو كان كانت فيكم الرجله هذيك الساعات ما تحبسوا وتركوا معاهم المسائل بلاتي احسن. واللي عنده شي حاجه هنا في الكتاف يوريها لنا في اللايف. ولكن حتى صرا اللي صرا وخرجتوا حنا دايرين الشكايات حنا مشينا للجندار. علاش تمشي للجندار ويا قدرت سلك الا كنت راجل راني نعرفوا راجل كيديرها سلكها الا ما تقدرش ريح. انا هادشي اللي كنعرف نتوما كترجلوا وكتخرجوا عليكم وراء الكواليس وراء الشاشه ولكن في الحقيقه نتوما راكم ما كاين والو. وانا قال انسان اللي كيرضى ب 400 مكمشه وقسم لكم بالله ما عنده لا قيمه لا اساس في الدنيا. انا بالنسبه لي غير يمشي يردم راسه هو حي. قال لي كيرضى ب 400 مكمشه والله ما فيه الدم. قال لي كتموت الام ديالو وكيجي يعطيو له 200 درهم مكمشه ويرضى بها ويشدها والله ما فيه الدم. وهذاك المجموعه ديالو كامله اللي كتدافع على دوك كما يقولهم ياسين القنطر القروده وعنده الحق والله الا غير قروده والله القسم ما فيكم النفس وما فيكم النف وما فيكم الرجله ولا مخير فيكم حق الرب الى زيرو. ومن بينهم هذاك اللحاس تيب العسكري اللي حاسب راسو راجل وانا فوت العسكر وانا درت هادي وانا كنت كندور وانا الليالي وانا العسس وهادي وانا ندير وانا البندقيه وانا نتيري وانا 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 هذاك الشيء كامل خرج لك في الزيرو. نهار انت تسب فيه هذاك الجمعوي قرينك وفي التالي وليت استسمح. يبا شنو نقول لك الراجل يبقى ديما علامه طالع علامه عالي والشماته يبقى ديما تحت الصباط بلا ما نهضر لكم على دوك الكلخ اللي موراه. فالوسخ كيدافع على الوسخ والرجال كيدافع على الرجال والشمايت كيدافع على الشمايت. وانا شخصيا كندافع على الرجال وندافع على المراه الحديديه وندافع على كلمه الحق. فهذيك اخت ايا اختنا بغينا كرهنا انا اختي الله يرحمها الله يوسع عليها واي مرأة مغربية نشوفها مظلومة الا ونوض ندافع عليها بكلمة الحق وكلمة العليا والكلمة لها من كاره واحب من احب. و جو بونس 90% غادي يبغيو الا القليل وعباد الكابا اللي غادي يقول لك لا. حيت الانسان كان مربي ومخلق غادي يدافع على كلمه الحق العليا. واللي ماشي مربي اللي متوالف غير بالشدوقه متوالف غير 400 مكمشه فهذاك اي واحد ينادي يضرب في المراه ينادي يضرب في واحد المراه اللي هي واحد البنت اللي هي متوفيه ملاقيها الله سبحانه وتعالى نوضوا ويتكلموا فيها.
فقلوش زقزوقتي. انا نقولها لك النيفو طايح، النيفو زيرو، وقالك مجموعة ديال الجمعوي والله الا النيفو طايح والنيفو زيرو. فوالا كان نزيد نعاود نقدم التعازي ديالي الاخت ايا، الله يرحمك والله يوسع عليك، والله يجعل القران الكريم انس لك في القبر، اللهم تجاوز عن سيئاتها الكبيره والصغيره، وارزق الوالدين ديالها والاخوان ديالها والاحباب ديالها والمحبين ديالها الصبر. الله يرحمك والله يوسع عليك، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.